أما الجمعية عين مليلة دخل هذه المباراة وعينه على نقاطها أمام رائد البطولة الذي جاء بدوره للحفاظ على الريادة في الترتيب. والبداية كانت بالوقوف دقيقة صمت على روح والد الحارس غربي حارس جمعية عين مليلة الذي وفته المنية. أصحاب الأرض دخلوا مباشرة في تفاصيل العمل الهجومي، وفي الدقيقة التاسعة من زمن المباراة ذبيح ينفرد على الجهة اليسرى ويقدم كرة على طبق للاعب جعبوط الذي يسكن الكرة شباك خضيرية مفتتحا مجال التهديف. وهدف لصفر مع بداية المرحلة الأولى. أصحاب الأرض كانوا أكثر إرادة وعزيمة، وذبيح دائما وراء كل الكرات الساخنة والخطيرة للجمعية. الدقيقة 21 ذبيح اللاعب السابق ليفاق على الجهة اليسرى في عمل فردي والكرة لم تجد من يجسدها إلى هدف. أول رد فعل من جانب الوفاق جاء عن طريق المهاجم عمورة الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية بحجة أن هناك تمويه حسب تقدير الحكم عراب والبطاقة الحمراء. طبعا عناصر الوفاق احتجوا على قرار الحكم، فما هو رأي أهل الاختصاص؟ ورغم النقص العددي إلا أن الوفاق حاول تعديل النتيجة، فبعد هذه المخالفة التي حولها بولطيف إلى ركنية تمكن بعدها رفاق جابو من الوصول إلى شباك الجمعية عن طريق اللاعب العربي برأسية محكمة في الدقيقة 34. هدف لهدف تصبح النتيجة، وكان بإمكان الوفاق إنهاء هذا الشوط لصالحه، لكن بكرار البديل ضيع فرصة لا تعوض أمام يقظة الحارس بولطيف. آخر محاولة في هذا الشوط كانت من كرة زياد الثابتة والتي حولها خضيرية إلى ركنية. المرحلة الثانية أمل جمعية عين مليلة استغل النقص العددي لفريق الوفاق وسيطر على كامل مجريات هذا الشوط عن طريق ذبيح جعبوط وطيبة. نلعب الدقيقة 59 مخالفة من بليلي وخضيرية يصد هذه الكرة. الدقيقة 61 مخالفة لأصحاب الأرض وكرة دهار خارج إطار مرمى خضيرية. كرة ثابتة أخرى في الدقيقة 65 من ذبيح وخضيرية بقبضة اليدين يصد الكرة. إصرار فريق جمعية عين مليلة في الفوز تجسد في الدقيقة 75 عمل هجومي فردي من ذبيح الذي راوغ الجميع وتمكن من إضافة الهدف الثاني في شباك الوفاق. لينتهي هذا اللقاء بفوز أمل عين مليلة على نتيجة هدفين لهدف، 3 نقاط ثمينة لأصحاب الأرض تبعدهم ولو مؤقتا عن